تصاعدت العمليات العسكرية على جانبي الحدود بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، يترافق ذلك مع تواصل الحرب في قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في القطاع. ورغم تواصل المعارك في مناطق مختلفة من القطاع، عمد الجيش الإسرائيلي إلى توجيه بعض فرقه العاملة بغزة إلى الحدود الشمالية لمواجهة تصاعد العمليات التي يشنها حزب الله اللبناني. فما هي تداعيات العملية العسكرية في لبنان على الحرب في قطاع غزة؟ وهل سنشهد انفراجة في محادثات وقف إطلاق النار في القطاع؟ وما انعكاسات العملية العسكرية في لبنان على الوضع الإنساني في قطاع غزة؟ وما هي تفاصيل الخطة التي يتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي لإخلاء شمال قطاع غزة من السكان؟ على الرغم من نقل الثقل العسكري إلى الجبهة الشمالية مع لبنان، تتواصل العمليات الإسرائيلية في غزة، حيث قتل وأصيب العشرات خلال الساعات الماضية في قصف على وسط القطاع بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وقال مسعفون لوكالة رويترز أن غارتين شنتهما القوات الإسرائيلية قتلتا عددا من الفلسطينيين بينهم أطفال، بما في ذلك داخل مدرسة تأوي نازحين في مخيم صيرات وسط غزة. فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف في الساعات الماضية مركز قيادة لحماس داخل مجمع كان يستخدم في السابق كمدرسة. كما أفاد مسعفون بأن غارة جوية إسرائيلية على منزل في دير البلح حيث لجأ مليون شخص أسفرت عن مقتل امرأة وأربعة أطفال، ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على الحادث. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الحرب اقتربت من 42 ألف قتيل على الأقل في قطاع غزة مع اقتراب دخول الحرب عامها الثاني. تأتي هذه العمليات في وقت قالت شبكة CNN الأمريكية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس خطة لإجبار جميع المدنيين الفلسطينيين على الخروج من شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة، من أجل فرض حصار على حماس وإجبارها على إطلاق سراح الرهائن. وأضافت الشبكة أن عدد الفلسطينيين الذين بقوا في شمال محور نتسريم الذي يقسم القطاع إلى نصفين غير معروف، لكنه يقدر بمئات الآلاف. للحديث أكثر ينضم إلينا من الناصرة السيد وديع عواود المحلل السياسي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، أهلا بك معنا. إذن بطبيعة الحال واضح بأن البوصلة اتجهت الآن فيما يخص العمليات العسكرية من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية الإسرائيلية مع جنوب لبنان، ولكن هذه الجبهة الجديدة التي يبدو بأنها قد تتسع أكثر فأكثر، كيف ستلقي بظلالها على صورة المشهد داخل قطاع غزة عسكريا؟ نعم، تحياتي لك، مساء الخير لك ولكل المشاهدين. أهلا بك. أولا دعيني بجملة واحدة أعقب على داني أيلون وهذه المحاولة لعرض إسرائيل وكأنها ضحية في منذ 7 من أكتوبر وحتى اليوم. حتى لو سلمنا بكل الرواية الإسرائيلية حول وجود إرهابيين وداخل البيوت والأحياء السكنية وما إلى ذلك، القانون الدولي ببساطة وبشكل أساسي لا يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لقتل عشرات الآلاف وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين في غزة، والآن يتكرر هذا السيناريو في لبنان تحت الذريعة نفسها، ونرى استخدام لسلاح ربما استخدم آخر مرة في الحرب العالمية الثانية. هذا الكم من التدمير والتهجير أولا يصرف الأنظار عن قطاع غزة بالتأكيد نظر العالم، ويصرف الأنظار أيضا عن احتمالات الصفقة العالقة، وهذا من شأنه أن يبعث بتداعيات وأسئلة حول مصير الحرب على غزة. أنا أعتقد أن الجبهة اللبنانية كيفما كانت ستنتهي، إسرائيل لن تنتهي من وقف الحرب على غزة، أولا لأن هناك عدد من المخطوفين، ثانيا أن إسرائيل عادت وأكدت منذ بداية هذه الحرب على أن استعادة المخطوفين هو الهدف الأول، وأن تدمير حماس بالكامل هو الهدف الثاني أو الأول. ولكن حتى لو انتهت جبهة لبنان لأي سبب كان، وهذا يبدو مستبعدا الآن رغم هذا الدمار في لبنان، هذا يعني أن الحرب ستستمر على قطاع غزة بكل الأحوال، لأن ببساطة بس هناك جزئية سيد عواودة فيما يتعلق موضوع الجبهات، يعني التصريحات الإسرائيلية تكرر دائما بأنها تعتمد فصل الجبهات، بمعنى أنه ما قد يتم الاتفاق عليه إن تم، يعني فيما يخص الحدود مع لبنان لا علاقة له إن تم هناك أيضا اتفاق لوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة.
نعم هذا صحيح، ولكن على أرض الواقع النار تنتشر، وربما أنا أتحدث لك الآن نجد أن النار قد تتسع أكثر في جبهات أخرى، جبهة الحوثيين في اليمن، وربما هناك احتمالات ومخاوف من في إسرائيل من أن تطلق أيضا النيران من جهة العراق وربما من جهة سوريا. ولذلك إسرائيل يعني تحدثت عن ضرورة فصل الجبهات، وهذه عقيدة أمنية استراتيجية تقليدية، ولكن ما نراه على الأرض هو خلط لهذه الجبهات، وهذا لا يخدم المصالح الإسرائيلية العليا، إنما يخدم مصالح نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يبحث عن إطالة أمد هذه النيران في هذه الجبهة أو تلك أو في كل الجبهات، علّه يحقق ما يسعفه في البقاء في التاريخ في سدة الحكم، لأنه ببساطة لك أن تتخيل أن تتوقف الحرب الآن من خلال اتفاق إن كان في الجبهة مع الشمال ومع غزة أو في كلتيهما. هذا يعني أن نتنياهو سيجد نفسه في طريقه إلى البيت وربما أبعد من ذلك، ولذلك يعني أنا أتوقع المزيد من التعقيد، وإن بدت الجبهة اللبنانية الآن يعني غير متماسكة وربما تبدو الأوضاع وتشهد هناك تصعيد بصورة متواصلة بالتأكيد، نحن نتابع كل هذه التطورات أول بأول. وسائل إعلام إسرائيلية اليوم نقلت عن بنيامين نتنياهو بعض الأنباء التي حتى الآن يبدو بأنها غير مؤكدة، بأن إسرائيل تدرس خطة تفرض بموجبها حصار على حماس في شمال قطاع غزة وتهجير من تبقى من المدنيين هناك. هل لديك أي تفاصيل بخصوص هذا الموضوع سيد عواودة؟ نعم، أنا أعتقد هذه نقطة في غاية الأهمية، وربما هذا يتكاتب مع سؤال آخر، لماذا الآن هذا التصعيد على حزب الله وعلى لبنان بعد 11 شهرا؟ وهذا يعني يرتبط مباشرة أيضا بسؤالك حول هذه التسريبات والتصريحات والخطط التي تتحدث عن احتلال شمال غزة وطرد الغزيين إلى الجنوب في محاولة لخنق حماس وإجبارها على تحرير المخطوفين. أنا أعتقد أن هناك دورا كبيرا أولا للنقاشات والسجالات الداخلية في إسرائيل، هناك أوساط في إسرائيل واسعة في الاحتياط، في جيش الاحتياط ولدى المحللين العسكريين والمراقبين، ممن يعتقدون أن إسرائيل فشلت في إدارة الحرب على غزة، في إدارة سلم الأولويات واستخدام الوسائل الفعالة والأكثر جدوى، مما يبرر فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها. هذا يضاف إلى المزاودات، طبعا هناك سجالات سياسية وحزبية داخل إسرائيل، وهناك خلاف موروث من العام الماضي بين معسكرين متناحرين حول هوية إسرائيل وطبيعة نظام الحكم فيها، هذا ينعكس أيضا في الحرب وفي المزاودات. ولذلك أنا أعتقد أن هذا شكل عاملا أساسيا في دفع حكومة إسرائيل للانتقال إلى مرحلة مختلفة أمام حزب الله، بالانتقال إلى الضغط من الدفاع إلى الهجوم، وفي محاولة للتصعيد التدريجي لكسر أو قسم ظهر حزب الله العسكري، وبالتالي امتصاص الانتقادات الداخلية. وهذا تماما ينطبق على موضوع الحصار، أنا أقرأ يوميا مثل هذه المقترحات، تجويع قطاع غزة وطرد الغزيين إلى الجنوب واستخدام المدنيين. بس ما الفكرة من وراء ذلك برأيك؟ يعني هل هي ما زالت تحاول أن ربما تبحث عن قيادات لحماس في الشمال، أم ما يتم الحديث عنه إنشاء منطقة عسكرية تبقى فيها القوات الإسرائيلية؟ نعم، هذا جزء من الضغط على حماس، الضغط النفسي والضغط العسكري والضغط الذي يتم من خلال إنتاج ضغط من قبل الغزيين من السكان على حركة حماس، وهذا يعني جزء من استراتيجية بلورها نتنياهو هذا الائتلاف، وهي إطالة أمد هذه الحرب. وهناك أفكار حتى تتجه إلى إعادة الاستيطان داخل قطاع غزة. ومرة أخرى يعني هذه المقترحات كانت تطرح كثيرا في الإعلام الإسرائيلي من خلال جنرالات في الاحتياط، وكان من قاد هذه الأفكار هو مستشار الأمن القومي السابق الجنرال في الاحتياط الإسرائيلي جيورا آيلاند، الذي قال إن هناك تفسيرات وتأويلات للقانون الدولي تبيح فرض الحصار والجوع والتجويع على غزة وحرمانها من الماء ومن الدواء في محاولة لمنع استمرار النزيف. هذا ينطبق على غزة وينطبق على لبنان، وإن كانت إسرائيل قد أدركت فداحة ذلك، أن حرب الاستنزاف الطويلة في كلا الجبهتين قد أدت إلى استنزاف إسرائيل وصبت الماء على طاحونة إيران وكل وكلائها وحلفائها، لأن الاستنزاف هو يعني استراتيجية للمقاومة التي تبحث عن توجيه ضربات
متتاليه على اسرائيل على مبدا 1000 ضربه سيف او عصا بالراس افضل من استخدام النار مباشره. هذه الاستراتيجيه الان تريد اسرائيل تغييرها. ونعم هناك ايضا يعني ربما يرتبط بذلك هو موضوع عدم عوده النازحين الاسرائيليين الى مستوطناتهم ان كان في الجنوب وفي الشمال، وهذا يعتبر نوع من المساس بثقه الاسرائيليين ليس فقط بحكومتهم، هذا امر سهل وبسيط طيب. ويمكن تصليحه، إنما هو المساس بثقة الإسرائيليين بغدهم هنا وبمستقبل أولادهم وأبنائهم، وخاصة أن الشريط الحدودي في الجبهتين بات شبه خالي. ولذلك إسرائيل تنتقل الآن لا سيما أن هناك مزاودات وانتقادات لإدارة الحرب من قبل أوساط في إسرائيل. لكن بطبيعة الحال سيد وديع عوادي، يعني كانت التصريحات الإسرائيلية منذ الأيام الأولى لهذه الحرب تقول بأن هذه الحرب قد تطول وقد تأخذ مدة زمنية طويلة، وبطبيعة الحال أيضا كان هناك طرف آخر يرى بأن إسرائيل لن تتجه لفتح جبهة ثانية بجبهتها الشمالية تحديدا إلا بعد أن تنتهي من عملياتها العسكرية في قطاع غزة. كيف تتوقع الآن صورة المشهد في قطاع غزة في قادم الأيام مع اشتعال المشهد على الحدود الشمالية الإسرائيلية؟ نعم، هذا يعني يقودنا للحديث عن مرحلتين. في المرحلة الأولى إسرائيل ستضطر إلى تخفيف الضربات الجوية في قطاع غزة، لأن ببساطة كل الذخائر وكل الطاقات والجهود والطاقات البشرية والاستخباراتية والعملياتية العسكرية تتوجه نحو الشمال، وهذا يبعث إلى السؤال ماذا بعد المرحلة هذه؟ هل إذا ما كان حزب الله قد قبل بتسوية أو تراجع أو فعلا اتضحت صحة التقارير الإسرائيلية والإدعاءات الإسرائيلية أن ضربة استراتيجية موجعة كبيرة مدمرة تعرض لها حزب الله في اليومين الأخيرين تم خلالها تدمير عشرات بالمئة من قدراته الصاروخية، إذا ما ثبت ذلك أو لأي سبب كان تراجع حزب الله أمام هذا الضغط الإسرائيلي وصمتت المدافع في جنوب لبنان وفي شمال البلاد، هذا يعني أن إسرائيل لن يعني تكتفي بذلك، إنما ستعود إلى غزة وإلى معاودة الكرة للأسف الشديد. سنعود ونشهد المزيد من المشاهد الدمار والحرب والاستهداف ووقوع عدد كبير من المدنيين في قطاع غزة، لأن إسرائيل لم تحقق أهداف الحرب حتى الآن، وهي أهداف قد أعلنتها، وخاصة فيما يتعلق باستعادة المخطوفين وفيما يتعلق التدمير لقدرات حماس. بالتأكيد أنا أشكرك جزيل الشكر من الناصرة السيد وديع عواودي المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا لك.